أهلا بكم أحبتي الكرام في درس جديد من أهم مصطلح باللغة الإنجليزية. كما تعودنا سوف نحفظ كل المعلومات من أول مرة. اللي أريده منك تحضر الكراس والقلم حتى تكتب كل المعلومات اللي عندك وتحفظها بشكل صحيح. راح نسوي اختبار أيضا في هذه المصطلحات المهمة باللغة الإنجليزية. أوكي، مراجعة سريعة نروح للدروس اللي مرت علينا بالسابق خلال 30 ثانية. عندنا Ask somebody out، أخذناها Ask around، add up to something، blow up، back something up. طبعا كل معاني هذه الكلمات والمصطلحات موجودة بالتسلسل في كورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية. نهاية هذه الحلقة راح أشرح لكم بالتفصيل المكان اللي تلقون به الكورس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة الرابعة عشر. أوكي، أخذنا بعدها الحلقة السادسة blow something up، بعدين أخذنا break down، وبالحلقة الثامنة أخذنا break into، حلقة التاسعة أخذنا break in بمعناها الأول وbreak in بمعناها الثاني. في الحلقة العاشرة، الحلقة الثالثة عشر، كانت عندنا bring somebody down. الحلقة الثانية عشر call around. ثالث عشر bring somebody up. بهذه الحلقة راح نتعلم call somebody back، راح نأخذ عليها أمثلة نتدرب عليها ونحفظها باللفظ الصحيح بالكتابة الصحيحة، وأيضا راح نسوي مراجعة ملخص عليها وتمرين في هذه الحلقة إن شاء الله. حضر كراسك وقلمك وخلينا نبدأ الآن. أوكي، call somebody back بمعنى call somebody back بمعنى أعاود الاتصال، إعادة الاتصال بشخص ما، يعني شخص اتصلنا به ونعاود به الاتصال مرة ثانية. call somebody back، قولها وياي، call somebody back بمعنى return a phone call. return إعادة، a phone call اتصال، phone call اتصال، return إعادة، أوكي، إعادة الاتصال، return a phone call. خلينا الآن ننطقها باللفظ الصحيح call somebody back، أوكي، ونأخذ عليها أمثلة بعد لحظات. call somebody back المرة الأولى، call somebody back المرة الثانية، call somebody back، call somebody back، call somebody back، أوكي. خلصناهن خمس مرات، وصلنا لهدفنا call somebody back، كررناها باللفظ الصحيح حتى نتقن النطق. اوكي، راح تمر علينا كلمة the company، the weekend، the offices. اوكي، راح تمر علينا هذه الكلمات، معناها the company الشركة، weekend نهاية الأسبوع، offices المكاتب. the company، the weekend، the offices. اوكي، المثال الأول على كلمة call back، I called the company back but the offices were closed for the weekend. اوكي، اتصلت بالشركه مره اخرى ولكن المكاتب كانت مغلقه في عطله نهايه الاسبوع. called، اوكي، كانت عندنا call لكن اصبحت ماذا؟ اصبحت called. لماذا؟ لانها بالماضي. تلاحظون هنا call، وبهذا المثال كانت called لان بالماضي، الماضي لفعل call called. I called the company back but the offices were closed for the weekend. تخيل نفسك ان انت تتصل بشركة مرة اخرى لكن كانت مكاتبهم مغلقة في عطلة نهاية الاسبوع. اتفقنا؟ خلينا الان نتدرب على النطق الصحيح خمس مرات. Let's begin now. Okay, I called the company back but the offices were closed for the weekend. مرة ثانية، I called the company back but the offices were closed for the weekend. مرة ثالثة، I called the company back but the offices were closed for the weekend. مرة رابعة، I called the company back but the offices were closed for the weekend. المرة الخامسة وبصوت عالي أيضا، I called the company back but the offices were closed for the weekend. Okay؟ خلصنا المرة الخامسة، كررناها خمس مرات بالنطق الصحيح، راح تمر علينا بالتمرين بعد قليل، فاستعد الآن، راح أقرأ لك إياها مرة أخيرة. I called the company back but the offices were closed for the weekend. ضروري نقرأها بصوت عالي، أوكي، حتى نحفظها بشكل جيد. مثال الثاني عندنا على call back، he is going to call back tomorrow night. سوف يتصل بك ليلة الغد، أو سوف يتصل لو ليلة الغد فقط. He is going to call back tomorrow night. He is going to call you to call back some tomorrow night. عفوا. He is going to call you tomorrow night.
انا خليت لها يو طبعا لان هي بشكل تلقائي ممكن تكون تصل بك. اوكي هي از جوينج تو كول يو، خلينا نقول كول يو. اوكي خلينا نتفق ان كول يو هي از جوينج، هو سوف يتصل بك tomorrow night، غدا ليله الغد او مساء الغد. اوكي هي از جوينج تو كول يو tomorrow night. يلا نقراها 5 مرات نبدا الان. He is going to call you tomorrow, call you back tomorrow night. He is going to call you back tomorrow night. He is going to call you back tomorrow night. He is going to call you back tomorrow night. مرة الخامسة والأخيرة. He is going to call you back tomorrow night. Perfect. نروح للوراها الآن ملخص سريع للجمل المرة ويانا. Call somebody back مصطلحنا إعادة الاتصال. I call the company back but the office were closed for the weekend. اتفقنا؟ نعرف معناها الآن أكيد. He is going to call you back. ضفنا لها you. Call you back tomorrow night. يلا نقرأها بشكل سريع. I call the company back but the offices were closed for the weekend. He is going to call you back tomorrow night. نكررها 5 مرات. بإمكانك تكرار 5 مرات لأن أنا متأكد الآن حفظتهن أنت. خلينا نروح مباشرة إلى الاختبار. ركز جيدا معي من هذه اللحظة، حاول الإجابة على الأسئلة الأربعة السريعة جدا حتى تختبر معلوماتك وتحصل على أكبر فائدة من هذا الدرس. طبعا لا تنسى الإعجاب في هذا على هذا المنشور أيضا، على هذا الفيديو عفوا، وأيضا مشاركة هذه الحلقة لجميع أصدقائك حتى تعم الفائدة. وإذا ما مسوي سبسكرايب سوي سبسكرايب حتى تحصل على جميع الدروس المجانية إن شاء الله على قناة سفيرس أكاديمي. طيب السؤال الأول، fill in the following blank، املأ الفراغات التالية. مرت علينا جملة he is call you، احنا ضفنا لها back night night. اوكي هنا اريدك تملأ لي الاجابات، تكتب رقم 1 بالتعليقات الان وتكتب بالفراغات او اكتب الجملة كاملة يكون افضل بعد. he is going قلت لك اياها بس كلمة ثانية وياها going something call you back night. اوكي فاملأ الفراغات الصحيحة بالنسبة للسؤال الأول. نروح الآن للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول translate from Arabic to English، سوف يتصل بك ليلة الغد. شلون نقولها باللغة الإنجليزية؟ أيضا اكتب رقم 2 واكتب لي الجملة باللغة الإنجليزية. سوف يتصل بك ليلة الغد شلون نقولها باللغة الإنجليزية؟ He is صحيح، اكتبها أيضا بالتعليقات. نروح للسؤال الثالث اللي هو يقول read aloud، اتصلت بشكل من read aloud لازم تكون باللغة الإنجليزية، فإحنا أريد منك أرجع بشكل سريع إلى الجملة الأولى هذه، أريد منك تقرأها بصوت عالي. I أوكي الآن حاول أن تقرأها بصوت عالي، أعطيك لحظة واحدة أنا بانتظارك الآن. جيد جيد على المحاولة، محاولة جيدة. أنا راح أقرأ لك إياها الآن وأنت قارنها بقراءتك حتى تتأكد من أنت قرأتها بشكل صح أو لا. وأعطيك طريقة ثانية، إذا تريد تتأكد أنه لفظك صح أو لا تقدر تأخذ التليفون تفتح التسجيل تسجل صوتك تقرأ بشكل صحيح وبعدها تستمع لصوتك وتتوقف عند الكلمات اللي تحس نفسك تقدر تقراها بشكل أفضل وتكررها بصوت عالي. إذا تريد تقارنها ترجع للدرس من البداية مرة ثانية وتشوف قراءة الكلمات والجمل بشكل صحيح حتى تقارن قراءتك بالقراءة الصحيحة وتطور من قراءتك. أوكي إذا ملاحظة مهمة أنه تسجل صوتك إذا أردت. أوكي هذه الجملة تقرأ I called the company back but the offices were closed for the weekend. أوكي هذه قراءتها، إذا قرأتها بهذا الشكل أنت قرأتها بالشكل الصحيح. نروح للسؤال الأخير اللي عندنا الآن اللي هو write the following word or sentence، هذه كلمة أريدك تكتبها حتى تكتبها عفوا حتى تتأكد من إملائك يكون صحيح. call somebody back، call somebody back، أريدك فقط هذه العبارة تكتبها بالإملاء الصحيح بالتعليقات بالنسبة للسؤال الرابع. الآن خلصنا هذا الدرس، أريد أراويك الآن إلى الحلقة القادمة اللي راح تكون عندنا. طبعا سوي سبسكرايب بالقناة وفعل زر الجرس، مهم جدا حتى تصلك الدروس، يصل لك إشعار مباشرة حين نشر أي درس جديد. الحلقات السابقة بالنسبة لكورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية تجدها بالشكل التالي، تدخل على قناة سفيرس أكاديمي، تروح على
عندك هوم فيديوز بلاي ليست، تروح على بلاي ليست، هنا تضغط عليها قائمة التشغيلات بها جميع الكورسات بالتسلسل، تضغط عليها راح تطلع لك بالشكل هذا، تختار أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية، عندما تختار هذا الكورس راح تطلع لك الدروس بالتسلسل، مقدمة مهمة والحلقات بالتسلسل، كل واحدة تخلي لها وقت مخصص لها وتكتب وتتدرب عليها بنطق صحيح باللفظ الصحيح وتسوي تمارين، وأنا أضمن لك إنه راح تحفظ كل المعلومات بهذا الكورس وجميع الكورسات الموجودة في قناة سافرس أكاديمي إذا استخدمت هذا الطريقة. ألقاكم في بث مباشر إن شاء الله في الأيام القادمة، تواصلوا معي من خلال الضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم إشعار إن شاء الله على الدروس الجديدة. شكرا لكم على المتابعة وأتمنى لكم التوفيق، كنت معكم في الإعداد والتقديم الأستاذ حسين غالبي، إلى اللقاء.